بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى ظهر الدور كلها امين. هذا هو اللقاء الثاني بيكم كالشباب للأبرشيه كلها. يمكن التقيت ببعض الكنائس اكتر من مره، لكن هذا الترتيب ان يتم لقاء عام ده تاني مرة نعملها، وبنفضل ان نجمع كذا كنيسة مع بعضها. بتبقى فرصة للتعارف الشباب بين الكنائس وبعضها، والتعاون وتبادل الخبرات، وده بيعوض شوية ان كان بيبقى نفسي في لقاء شامل للشباب الأبرشية كله، مش مجرد كذا كنيسة، ولكن بيعقنا المكان دايما. لكن بصلواتكم نأمل ان يكون عن قريب عندنا بعض الأماكن اللي ممكن نلتقي بيها كلنا مع بعض. صلوا واطلبوا، عارفين في الطلب يقول صلوا واطلبوا، فصلوا واطلبوا. فيعني المرة اللي فاتت كان دي أمنية، ونشكر الله إن الأمنية في طريقها للتحقيق في أكتر من مكان. بصلواتكم ربنا يكمل على خير. اللقاء دوت عملناه على مستوى الأبرشية كلها تحت عنوان رسالة. هي رسالة لكل مجموعة هي وحظها أو حسب ظروفها، لكن بتبقى رسالة عايزين نوصلها لشبابنا اللي بنحبه واللي أملنا محطوطة عليه باعتباره الحاضر والمستقبل أيضاً. التقيت مرتين قبل كده مع اخواتكم الشباب في مركزين. اول لقاء كان يوم عشية نياحة البابا كيرلس السادس، فما قدرناش نتجاهل هذه المناسبة، وكانت الرسالة تحت عنوان إذ لنا سحابة من الشهود، وانتوا عارفين الباقي. تاني رسالة كانت اخواتكم في مجموعة الكنائس اللي كان مركزها الملاك امبابا، والرسالة خدنا الرسالة الى كنيسة اللاودكيين. وساعتها كان في بالي تلات رسائل ممكن نتكلم فيها، فاحترنا نتكلم في أنهي واحدة، فقلنا نعمل قرعة، فجت القرعة اللي فيهم كده. النهاردة الحقيقة في مناسبة برضو ما قدرتش أتجاهلها لأهميتها وقيمتها الروحية والاجتماعية والإنسانية، وهو أن اللقاء بتاعنا النهاردة متزامن مع احتفالات الشعب كله بعيد الأم. والحقيقة شهر مارس يعتبر بيقولوا عليه شهر المرأة، في يوم المرأة العالمي اللي هو بيبقى يوم كام؟ 8 ولا 9؟ يوم المرأة 8 مارس، وعيد الأم 21 مارس. فيعني مناسبة جميلة الحقيقة، وخدت شكل جميل لدرجة إن الكنائس تبنتها، مع إنها بدأت كمناسبة اجتماعية عيد اجتماعي. حد يعرف مين اللي بدأه؟ مصطفى أمين، صح؟
لكن لأنها تحمل معنى جميل يتفق تماما مع تعليم الكتاب المقدس بإكرام الوالدين والأم، ولما تدركه الكنيسة من أهمية هذه الوصية وهذه الفضيلة، فبدأت كل الكنائس حتى تشارك في الاحتفال هذا وكأنه احتفال ديني، وهو بالفعل يعتبر احتفال ديني أيضا لأن مرتبط بوصية كتابية من الوصايا العشر، مش أي وصية كمان، اللي هي أول وصية في اللوح الثاني في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وأول وصية بوعد، هي الوصية اللي اقترنت بوعد. فعشان كده الحقيقة ما كانش ممكن أتجاهل هذه المناسبة، ولقيت إن من الملائم إن الرسالة النهاردة تكون خاصة بالأم، بس هناخدها رسالة ثلاثية. باعتبار ان الام بالنسبة لنا اولا بالمعنى المباشر الام، او من هي في مرتبة الام، الامومة كانسانة، ممكن انسانة تبقى ام او لها مكانة الام، في شخصيات كتيرة كده ممكن ما يكونوش أم بالجسد لأشخاص معينين، لكن عندهم أمومة بحيث يشعروا الآخرين إن هي أمهم فعلا. أول رسالة هتكون خاصة بها، رسالة أخرى خاصة بالكنيسة كأم. يمكن في تراتيل كتير نقول المسيح أبويا والكنيسة أمي، والترتيلة الجميلة العريقة اللي قلتها من شوية كلها بتتكلم عن الكنيسة كأم. يعني ممكن أقول معاكم بيتين كده بس تقولوا معايا: أم الشهداء جميلة، أم الشرفاء نبيلة، عبر بحر الألمات حافظت بديم قويم. البيت التاني بيقول ايه بقى؟ كم كنت أمينة وفي حب عريسك مفتونة، أسراره عندك مكنونة، وبقوته أنت مصونة. هنكملها لما نيجي نتكلم عن الإيه؟ الجزء الخاص بالكنيسة. جميلة، أنا أحبها من وأنا صغير، وكان هقول لكم على حاجة بس لما نيجي ناحيتها كده ليها ذكريات كده، مشاعر الواحد كان يحسها وما زال، فكنت أحب أقولها بمزاج وبالإيقاع الهادي ده، مش بتاع السريع بتاع اليومين دول. فتاني رسالة هتكون للكنيسة كأم. تالت رسالة، ودي هنحل بيها، العذراء كأم. يبقى أمنا بالجسد أو ما هي تمثلها، أمنا الكنيسة، أمنا العذراء.
حتى في تراتيل كتير على أمنا يا عدل وهكذا يعني. فأول حاجة اللي هي الأم، يكفي زي ما قلنا أن أول وصية بوعد هي أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. وفي حاجات كتيرة بقى تتكلم عن العكس، تنبيه يعني. في سفر الأمثال يقول: العين المستهزئة بأبيها والمحتقرة أمها، إطاعة أمها تقورها غربان الوادي وتأكلها فراخ النسر. الأم ليها مكانة. الجميل فيها إن ربنا خلق المرأة مفطورة على الأمومة حتى من وهي طفلة صغيرة، بتتولد وعندها هذه المشاعر. هذه المشاعر مهمة جدا للبشرية، لأن الإنسان بياخد من أمه أضعاف 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 ما بياخد من أبوه في كل حاجة. أولا على المستوى الجيني أو الوراثي، معروف أن الإنسان بياخد الجينات، نص الخلية اللي هي بتبقى الخلية الزيجوت اللي بيتكون من الأب والأم، نصه من الأب ونصه من الأم. الجينات الوراثية بتبقى على الكروموسومات اللي هي بتبقى في النواة، فبياخد نص من الأب ونص من الأم. ولكن نلاحظ كذا حاجة: في جين الأب، في الأم كله إكس إكس، الأب إكس واي. لوحظ إن الكروموسومات اللي هي واي تحمل جينات أقل من إكس في العدد، وبالتالي يبقى عدد الجينات اللي الإنسان بياخدها من أمه أكتر من أبوه. دي حاجة. الحاجة التانية في الجينات برضو، لوحظ إن مش كل الجينات بتبقى على الكروموسومات، في جينات بتبقى في السيتوبلازم، سابحة في السيتوبلازم، فما بتتكون الخلية الأولى بيتاخد من الأب النواة بس من غير السيتوبلازم، ويتحد بالنواة البويضة والسيتوبلازم بتاع الايه بتاعها، فبيبقى في سيتوبلازم في خلية الأم أو في بويضة الأم زيادة كمان مش موجودة عند الايه عند الأب. ممكن تسمى الوراثة الأمية، تبقى خاصة بالأم. فالمحصلة النهائية إن الصفات الوراثية إن الإنسان ممكن ياخدها من أمه بتكون أكتر من أبوه بنسبة مش قليلة. أول حاجة بتؤثر في تكوين شخصية الإنسان الجينات الوراثية، بتحدد صفاته وسمات الشخصية. تاني حاجة في الأهمية البيئة اللي بينشأ فيها. فنبص نلاقي إن الإنسان بيبدأ يتأثر بهذه البيئة
من وهو في بطن أمه. بيتأثر تكوينه، انفعالاتها، تصرفاتها، حالتها المزاجية، دي كلها بتؤثر في تكوين الطفل اللي بيبقى في بطنها. والتأثير في المراحل الأولى دي في تكوين الإنسان بيبقى تأثير قوي جدا جدا جدا. عشان كده للأسف في ناس ما بيقوش مدركين أهمية هذه المرحلة في تاريخ الإنسان. يجي بعد كده أما بيتولد الطفل وهو صغير بيبقى في حضن أمه على طول معظم الوقت، وبالتالي متأثر بيها، بنبرتها، بكلامها، بصلواتها، بابتسامتها، بخنقها، بمناكفتها، كل حاجة تعملها بيتأثر بيها. لدرجة أنا فاكر كان المتنيح أنبا غرغوريوس كان منحاز للاتجاه ده قوي، بيقول أستطيع أن أقول إن الإنسان بيتأثر بأمه. يعني لو قلنا الوحدة 10 بياخد 9 من 10 من أمه. قالوا لو حبينا نكرم الرجل قوي ونكون أسخياء، هو يقولها كده، نكون أسخياء معاه 1 من 10. وبالتالي بيبقى لها دور كبير قوي، وربنا خلقها مهيئة لكده. حتى كانوا عاملين نكتة أو حاجة زي قريب في عيد الأم اللي فات، جايبين كده حد واحد بيقول لأطفال صغيرين مين بيديك المصروف، بابا ولا ماما؟ بابا. مين بيوديك المدرسة، بابا ولا ماما؟ بابا. مين بيجيب لك الملابس بتاعتك وحاجتك، بابا ولا ماما؟ بابا. طب بتحبوا مين أكتر، بابا ولا ماما؟ ماما. قالوا ماما مش بابا. قال كنت عارف بس قلت يمكن قلبكوا ايه يحن. فربنا حباها بنعمة وبحس وبعاطفة، يعني تفيض بالعطاء على الأبناء. ده حتى في الشيل، نفكر ان في الدير تدخل أسرة مثلا أبص لاقي يبقى الطفل حظه سيء لو أبوه اللي شايله، مهتم قوي إن شايله كأنه شايل يعني حاجة كده، يعني ممكن بإيد واحدة وعامل كده، والطفل يبقى دراعه ملوحة، راسه مكفية غيره، ولا هو دريان. لدرجة بيستفزني أقول له بقول لك إيه إديهولها، ما أقدرش أشوف الطفل وهو إيه بالوضع ده، أقول له إديهولها هي تشيله، ما تشيلوش قدامي بالطريقة دي، حاسس الولد الطفل دراعه هيتكسر ولا يتخلع. لكن هي بتشيله بطريقة كده يعني فيها صنعة، فيها حنان، فليها دور كبير قوي. من أكتر المؤثرات في إنتاج بشر أسوياء هو تأثير الأم. عشان كده من الصالح أن نبرز أهمية هذا الدور، وأن كل واحدة تدركه وتفهمه كويس قوي، لأن ممكن تطلع أبناء أسوياء
أو أبناء تعساء. والأبناء اللي هم حظهم حلو بأم تغدق عليهم بيطلعوا أسوأ ويفيدهم أيضا على الآخرين. مرة شفت حالة الحقيقة، سيدة شابة عملية جدا 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 تقدس شغلها، فجه أبوها تعب ورقد ومحتاج اللي يخدمه، هي الوحيدة اللي في اخواتها غابت من الشغل وسابت الشغل وتفرغت لأبوها، مع انها اكتر واحدة في اخواتها عملية في الشغل وتقدس الشغل. فضلت معاه لغاية ما تنيح. جه بعد كده بكذا سنة مامتها تعبت فعملت معها نفس الموقف، فأنا بقول لها طيب يعني، وتأثر شغلها وكل حاجة، بقول لها طب مفروض إخواتك يساعدوا معاكي. قالت لي مش مهم كده كتير عليك. قالت لا مش كتير، ما انت زيهم زيك وضعهم. قالت لا انا خدت اكتر منهم، انا خدت اكتر ايه منهم، انا شبعت بالحب من صغري من اسرتها. طب ليه هو بابا وماما بيميزوا؟ قالت لا ما بيميزوش، بس انا كنت بعرف احصل على الحب والدلع والحنان، هم كانوا خايبين ما بيعرفوش ايه يحصلوا عليه، فانا قدرت اخد منهم، فمن العدل ان انا ايه ادي اكتر، لان فاقد الشيء لا يعطيه. بقدر ما الام او الاسره بتدي حنان وحب، بقدر ما بيطلعوا الابناء هكذا. طبعا في أمثلة كتيرة انتوا يعني سيد العارفين، لكن دي يعني جزئية حبيت أقولها عن الأم في تكريمها وأهمية رسالتها وتقديرنا لقيمتها. تاني حاجة في الرسالة الكنيسة، الكنيسة أمنا. أنا هقول كلام مركز عشان هدي فرصة للأسئلة، يعني يهمني أجاوب على أسئلتكم النهاردة. هنقرأ فصل صغير من رسالة القديس يوحنا الثانية. يقول الشيخ إلى كيرية المختارة وإلى أولادها الذين أنا أحبهم بالحق، ولست أنا فقط بل أيضا جميع الذين قد عرفوا الحق من أجل الحق الذي يثبت فينا وسيكون معنا إلى الأبد. تكون معكم نعمة ورحمة وسلام من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح ابن الآب بالحق والمحبة. فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. والآن أطلب منك يا كرية، لا كأني أكتب إليك وصية جديدة بل التي كانت عندنا من البدء، أن يحب بعضنا بعضا، وهذه هي المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. كتير من المفسرين يقولوا إن كرية هنا مقصود بها الكنيسة،
أمومة الكنيسة وإزاي رعاية الكنيسة لينا إن تخلينا أبناء نسلك بالحق. ونعمل وصاياه. زي ما بيقول هنا. وهذه المحبة أن نسلك بحسب وصاياه. الكنيسة ليها دور كبير قوي. أنا عايز أقول الجزء الترتيلة دي تاني. يا أمي حبك أحياني، ألامك بذرة إيماني، قد جزت أمر الأزباني وخرجت خروج الشجعاني. يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي، عهد وفائي وودادي أن أخدم بيعة أجدادي. تعرفك الأبيات دي من وأنا طفل صغير أسمعها وأقولها، أبقى فعلا الواحد عايز يبقى حياته كلها لخدمة إيه؟ الكنيسة أو لربنا. الواحد يشعر بدين كبير للكنيسة. الكنيسة مش كمبنى، الكنيسة كأمومة ترعى أوجدها لنا الله، زي ما خلى الأمومة الجسدية لينا في تربيتنا أوجد لنا الأمومة الروحية. وطبعا تعبيرات الكتاب كتيرة في كده. الكنيسة بتهتم بينا صدقوني من قبل ما نتولد، وهي بتعدنا ان نكون اباء وامهات. وتشرح وتعلم عظم الرسالة ان نكون شركاء مع الله وعاملين معه في الخليقة وفي التنشئة وفي سر الإكليل. تحط لنا الأسس لنمشي عليها. لكن لو بدينا بصورة شخصية من البداية خالص بقى، الطفل أول لما بيتولد في حضن الكنيسة، فأول طقس يمارس ليه وهو عنده أسبوع اللي هو صلاة الحميم. ويمكن الطقس ده الوحيد اللي ما مارستوش لغاية دلوقتي كالكهنوت يعني. مارسته زمان مع سيدنا بدوماديوس مرة أو حاجة، لكن ما مارستوش خالص يعني، ما أعتقدش يعني مارسه، ما أعرفش، لا ماليش، ما أعرفش يعني، برضو محتاج خبرة. لكن عايز أقول في طقس خاص بالحميم ولسه عمره أيام. والكنيسة لا مانع لها إن الطفل يتعمد ولو ابن يوم، ولكن بيفضل طالما صحته كويسة إن ينتظر لما الأم تكمل 40 يوم في حالة ولد، 80 يوم في حالة بنت، عشان يسمح لها بالدخول وممارسة الأسرار، فيدخل ويتعمد. وما يتعمدش كده ويتساب، لا، ده في طقس مهم. وكما الطقس ده كان موجود في الإكليل كمان، يمكن الإكليل خف الطقس ده شوية، لكن ما زال موجود في المعمودية اللي هو طقس الإجبين. إن الكنيسة تهتم مين الإجبين
اللي هيبقى مسؤول عن تربية هذا الطفل أو هذه الطفلة. كان زمان ممكن الإجبين ما يكونش الأب ولا الأم، إن ربما الأب والأم ما عندهمش الصلاحية الكافية، فكان لابد أن يختار إجبين يصلح لهذه المهمة. وهنا قيمة الإنسان في نظر الكنيسة، له قيمة، له اهتمام خاص فردي، مش بالكبشة، لا، ده يبقى زحام شديد ومعموديات كتير، مش يجيبوا إجبين لكل مجموعة كده ومشي، لا، كل طفل وكل طفلة له إيه؟ إجبين خاص بيه، وده مسؤولية. وفي وصية للأشابين تتقال في الآخر، وللأب والأم في غاية الأهمية وغاية الخطورة. من اليوم ما عادش ابنكم بالجسد بس، لا، ده بقى ابن المسيح وابن الكنيسة، فهو في رعاية الكنيسة، وده بداية العضوية الكنسية الحقيقية. يبدأ بالمعمودية، يجي بعد كده في أقصى العصور اللي بنقول عليها عصور كانت ضعيفة. عمرك نسيتنا ما كانت ضعيفة ولا في عصور مظلمة أبدا. أنا ما بحبش اللي حد يقول الكنيسة مرت في عصور ظلام إطلاقا. الكنيسة طول عمرها مستنيرة بالروح القدس. فأكثر العصور حالكة الظلام على المستوى الاجتماعي والسياسي، كانت الكنيسة مستنيرة، فعملت الكتاتيب، فكانت تجمع الأطفال في الكتاب بتاع المدرسة، وكانت تحفظهم المحفوظات، ولا سيما إنجيل يوحنا وسفر المزامير، بالإضافة إلى التسابيح والصلوات. ومن خلال حفظهم للتسابيح والصلوات والإنجيل يعتبر مدرسة لاهوتية، لأن كل طقوسنا تتضمن عقائد كنيستنا. فتلاقوا على مر العصور التي تبدو ظاهريا أنها عصور ضعيفة، كان في وعي بفضل يقظة الكنيسة واهتمامها بتعليم أبنائها. فدي أمومة ورعاية. حرص الكنيسة على حفظ الوديعة لتسلمها لينا. ياما مر عصور صعبة لولا أمانة آباء الكنيسة وشعبها أيضا، كان الإيمان اللي بين إيدينا ما بقاش موجود من الأصل، أو كان بقى في اتجاه منحرف. لكن آبائنا القديسين معلمي البيعة فضلوا التعب والهزء والإهانة والتشرد والنفي والتعذيب من أجل أن يحافظوا على الأمانة الأرثوذكسية التي تسلموها، ليسلموها طاهرة نقية كاملة لا عيب فيها كما تسلموها. وما زالت من جيل إلى جيل تسلم هذه الأمانة، هذا الكنز اللي بيوصل لنا من أيام الآباء الرسل، من أول ما ربنا يسوع المسيح أمر اذهبوا
وبشروا في جميع الأمم، تلمذوا جميع الأمم، علموهم جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذه الأمانة بنتسلمها جيل بعد جيل بأمومة الكنيسة تربينا، ونطلع عارفين إيماننا وعارفين كتابنا المقدس وعارفين مبادئنا المسيحية، وتطور الأمر في كل عصر ما يناسبه. بدل الكتاتيب بقى في بقى بعد كده التربية الكنسية ومدارس الأحد. طبعا الأرشزياكون القديس حبيب إرجس له فضل كبير، لكن اوعوا تفتكروا ان البداية كانت منه، لا، الكنيسة طول عمرها في كل جيل ربنا له شهود، ولكن كان الشاهد لهذا العصر هو حبيب جرجس، لكن العصور السابقة لها شهود، وإلا ما كنا نحن ولا كان حبيب جرجس نفسه القديس العظيم. فدي بتمشي جيل أمانة تسلم لجيل بعد جيل. هذه الأمومة احنا مديونين لها، مديونين لكنيستنا يا اولاد، زي ما الكتاب بيقول اكرم اباك وامك، هذه الوصية تنطبق ايضا على الكنيسة. يقول ايه؟ يا امي اثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي، عهد وفائي وودادي ان اخدم بيعه اجدادي. اللي الواحد كان يشعر الكنيسه قد ايه عظيمه في امومتها ورعايتها لينا، وازاي قدمت لنا درر وكنوز مخزنه على مر العصور، ونلتهمها كوجبات مغذية نعيش ونحيا ونستمتع ونستطعمها في ألحانها في طقوسها في جمالها في رونقها في كل حاجة. الكنيسة جميلة جدا، أم جميلة، أم متحضرة طول الزمان في منتهى التحضر. اوعوا تفتكروا يا اولاد احنا احيانا بنفسد الجمال، مش احنا اللي بنعمله، لان كنيستنا كنيسه يقول الهنا اله نظام وترتيب. لو تقروا في طقوس الكنيسه منتهى طقس يعني نظام، تلاقي كل ناس مكانها كده واقفه، دول يتحركوا ازاي ودول ازاي ودول ازاي، مين الاول ومين الاخر. ده حتى الرهبنه من أروع المصل الحضارية، لما كان يجوا أجانب يزوروا القديرة ويدخلوا المائدة، أداب المائدة في الرهبنة اللي هي تمثل حياة البساطة والتجرد. اقروا كده في البستان يقول لك إذا جلست على المائدة تعمل إيه، منتهى الرقي والتحضر. يقول لك ما تنظرش في اللي قدامك بياكل ازاي، ما تعملش صوت، لا تتحدث، لا تبصق قدام اللي قدامك كده، ما تبصقش. وكان الكل يقعد له ادواته، وفي حد واقف يقرا من البستان اقوال الاباء، وفي واحد المسؤول عن الخدمة في طاقة كده مفتوحة على المائدة بس عالية شوية فيها عينين نسميهم النضارة، فيقف يبص من النضارة عشان يلاحظ من غير ما حد ياخد لباله إذا كان حد هو قاعد ناقصه حاجة ولا لأ.
فلو حس في واحد نقص قدامه حاجه يروح بسرعه يوديها له من غير كلام. واللي بيقرا البستان ما يتوقفش عن القرايه الا لو حس ان اخر واحد بطل ياكل، مش الواحد يقف كده يفركش الدنيا ويحرج الباقيين انه خلص وخلاص ويبقى الكل لازم يخلص. لا، الكل يقوم مع بعض فيفضل يقرا لغايه اخر واحد ايه ما يخلص. في منتهى الرقي في بساطه، لكن في رقي وفي حضاره في قيم. دي كلها صدقوني يا مناس ممكن ظروفها العائليه ملقوش اللي يعلمهم الاتيكيت ولا النظافه ولا النظام ولا الحاجات دهيت، لكن لما بيروحوا الكنيسة بتبقى الكنيسة بتعوض تقصير الأم اللي في البيت. يبقى أمنا الكنيسة بتعوض وتكمل، بل بالعكس ده هي اللي ربت لنا أمنا بالجسد برضو. حتى الأم اللي بالجسد الشطرة الحلوة الجميلة المشبعة بيكون الفضل ليها لمين؟ لأمنا الكنيسة في الأصل. فنحن لينا دور يا أولاد، اوعى حد يطعن في كنيسته. بالعكس لو شاف الكنيسة فيها احتياج أو في قصور في حاجة بدل ما يشوه وينتقد ويعني يسيء، لا تجيله الغيرة إن أعمل أنا الشيء دوت. طب ليه؟ طب ما هو يعني بدل ما طالب بتقصير حاجة، طب أنا دوري إيه؟ والبدل أن تلعنوا الظلام أضيئوا شمعة بصورة إيجابية جميلة. آخر نقطة، أمنا العذراء. إحنا خدنا أمومة العذراء بصورة شبه رسمية من السيد المسيح نفسه على عود الصليب لما قال للست العذراء يا امرأة هوذا ابنك على يوحنا، وقال له يا يوحنا هوذا امك. لما ربنا يسوع المسيح يقول له امك بقت امه، كلمة خارجة من مين؟ من فم السيد المسيح له المجد. يقول لها ابنك بقى ابنها. نقوم احنا نيجي نتمحك في القديس يوحنا فنقول الله، طب مش القديس يوحنا ده من الآباء الرسل والآباء الرسل دول آبائنا، فهي أمه يبقى بالتبعية أمنا. عشان كده المرنم يقول تعبير حلو، ابنك أوصاك بنا على الصليب، أعطانا إياك في شخص الحبيب. جميلة المشاعر الروحية دي، ابنك أوصاك بنا على الصليب، أعطانا إياك في شخص الحبيب. وما أجمل أمومة العذراء بقى. عشان كده الإنسان المسيحي إنسان متمتع بالحب بكل صوره، نادرا أو مفروض الحقيقة ما يبقاش إنسان مسيحي غير سوي، لأن حتى لو في قصور في ناحية معينة بنلاقي تعويض. لو في قصور من الأم بالجسد نلاقيه في الكنيسة، في من هنا في الست العذراء. ما أجمل أمومة العذراء. في قصة القديس متياس لم يذكر إن طلبها، لكن هي حست بيه. فزي أي أم، وهنا ميزة الأم بقى،
غير أي شخص تاني الحقيقة. أي شخص أيا كان ممكن يقدم لنا الخدمة لما نطلبها، لكن الأم ما بتنتظرش لما أولادها يطلبوا، ده هي اللي ممكن تتحايل عليهم عشان تعمل لهم الحاجة، وتفضل تتفنن تعمل الحاجة اللي هي ترضي وياريت بتبقى عاجبة، ممكن ما تعجبش. ما احنا ياما بنبقى قصاع على أمهاتنا الحقيقة. أنا أول واحد ما كانش يعجبني العجب برضو، يعني إيه، لكن الواحد لما بيكبر بيبدأ يعني إيه يدرك، يعني نتأمر ونطلب ده عاجبني وده مش عاجبني. فالست العذراء بأمومتها راحت خلصت من تياس، بل من قبل كده في عرس قانا الجليل، واحدة مدعوة زي أي واحدة تاني، ويبدو ما فيش صلة قرابة كمان خالص، لم يذكر الكتاب إن في صلة قرابة ولا حاجة، ولكن كان مدعو هو وتلاميذه وأمه، هي دعوة عائلية كده. وهي بمشاعرها الرقيقة اللي فيها أمومة، ما بقول لكم البنت بتبقى مفطورة على الأمومة، عشان كده يا ريت بناتنا الحلوين يستثمروا المشاعر ديت ما يفقدوهاش، ده هي اللي بتميزكوا، هي اللي بتديكوا جمال. عارفين زي بالضبط في صفات رجولة أحيانا توصف بها المرأة وتعتبر صفة حلوة، ما أقول ده احنا عندنا بنتنا دي بمئة راجل، دي راجل هي تبقى فرحانة تشعر ان احنا بنبتدعها، لان الرجولة هنا مش بمعنى الذكورة او يعني لا الشهامة الجدعنة الجدية السدادة، فما نقول ده بنتنا دي راجل او بمئة راجل تفرح. برضو الأمومة صفة حلوة، ربنا نفسه شبه نفسه بيها، يقول إن نسيت الأم رضعها أنا لا أنساكم. فالست العذراء بفطرتها الجميلة وبروحها الجميلة لاحظت إن في ربكة والخمر خلص، وبالتالي الناس دول هيدخلوا في موقف محرج جدا قدام المعازيم، وهتتقل قيمتهم ويحرجوا. ما أسهل إنها تقول يعني هي مالها، يعني ممكن يصعبوا عليها لكن خلاص، لكن هي بقى كأم لولادها عندها المشاعر دي كانت قوية، فعرف الحل فين، فراحت لابنها أنا عايزاك في كلمة. كل اللي قالت له الذكاء ده بينفع، الفهم بينفع، ما احتاجتش تتكلم كتير، ليس لهم خمر. طبعا ربنا ده كل الحكمة، طبعا قال لها طب مالي ولكن أنا مالي وانت مالك بالموضوع دوت، لم تأتي ساعتي بعد، وكأنها كلمة دعابة. طب احنا مالنا بالموضوع ايه ده؟ الكلام يبدو في ظاهره ان يعني عدم قبول او رفض، لكن من طريقة كلامه هي فهمت الاستجابة، ودي حاجات كتيرة بنقع فيها، نحاسب بعض على المنطوق وننسى السياق اللي بيتقال فيه الحقيقة. فراحت قالت لهم مهما قال لكم افعلوه، وبالفعل عملوا المعجزة، بل كانت أم الكثير من العذارى. قريت مرة كتاب باللغة الإنجليزية اللي هي أنتي نايسين فازرز، في رسائل منسوبة للعذراء،
كانت تراسلها بيها بعض البنات في ذلك الوقت عن طريق يوحنا، ويسألوها حاجات خاصة بيهم وحاجات خاصة بالسيد المسيح. فأمومة العذراء بدأت من وهي عايشة، وبعد نياحتها مستمرة. تاريخ كنيستنا مليان، في كل دقيقة العذراء موجودة، مشاعرت إن أولادها في مصر أيام نقل الجبل المقطم، في دقيقة تدخلت في أمور كثيرة أخرى، تتدخل دون أن نطلب. كان عندنا في الدير سيدنا بتوفيل صلينا إحنا نفسه، كان ينادلها يقول لها ياما، كان يقول لها عذرا ايه ياما، لدرجة ساعة نياحته وكان في نبوة بنياحته. سيدنا بتوفيلس اتنيح يوم 5/12، وكنا عارفين قبلها بأكتر من شهر، اتقال له انه هيتنيح يوم 5/12 الساعة كام، ما كناش مصدقين الحقيقة. فجه في اليوم دوت، كان في العزبوية، وبصوا لقوا يعني ضغط وطي خالص، وحب يودوه للمستشفى كده، فمرضيش، قال لهم لا النبوة هتتحقق. فكان ليه ابن اخته صيدلي جري جري يشوف اي حاجة وهو على السلم، فبص لقوا سيدنا يعني قال انت جيتي ياما، انت جيت يا ابونا فلتقوس، مش ابونا فلتقوس الحالي ده اللي هو سمى ابونا فلتقوس على اسمه، كان اللي هو رئيسه في الدير، حلوني ابهات وسافر السماء. كان عندنا في الدير برضو اب راهب اسمه ابونا يوسف، كان شبه ضرير، نظره ضعيف قوي، فالحكايه دي كانت بتخليه حساس جدا ويزعل، ياخد كل حاجة يعني بعض الأمور بحساسية شوية، فكان يصعب عليه بسرعة. فمرة كان متضايق، الحكاية دي حكاها لنا أبونا فلتقوس الحي على مسؤوليته هو في السماء دلوقتي، أنا ما شفتهاش لكن هو اللي حكاها لي أبونا فلتقوس اللي هو حكاها لنا بعد أبونا يوسف ما تنيح. فكان مرة أبونا يوسف يعني متضايق، فهو كان يقوم بدري قوي 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 قبل صلاة نص الليل، يفضل رايح جاي في الدير يقول المزامير، وبعد كده يدق الجرس أول واحد يدخل يعني. فهو كان دخل بدري الكنيسة وكان متضايق قوي. فاحنا عادتنا أما بندخل الكنيسة في الدير نسجد قدام الهيكل الأول، وبعد كده نروح عند أيقونة الست العذراء، لأن كان في أيقونة أثرية رسمها القديس لوقا، فحتى لو مش هي لكن لازم نسلم على الست العذراء الأول وبعد كده القديسين، ولو في حد موجود في الكنيسة نبدأ من الأكبر للأصغر يعني طقسنا كده في الدير. فهو بعد ما دخل الكنيسة فرح للست العذراء وقعد يشكلها، يرضيكي كده يا ست عذرة عشان عاجز يعملوا فيا كده، ويرضيكي، وعمال ايه يقول المظلمة بتاعته، الحاجات اللي هي كانت تعبان. وإذ بالست العذرة ترد عليه اللي حكى لنا ابونا فلتقوس على مسؤوليته، قالت له انت زعلان يا ابونا يوسف عشان قالوا لك كده، طب ده هي ما قالوا عليا كذا وكذا واتهموني اتهامات يعني قد كده، ما تزعلش يا ابن يوسف. فهدي أمومة شايفة لها ابن حتى نفسيته بسيطة شوية متضايق ما سابتوش،
أب تاني عندنا الحقيقة كان فقد البصر على كبر، وفي الدير يعني بيبقى صعب، الراهب بتعود حياته كلها يعيش لوحده، فإنه يفقد بصر على كبر وما يقدرش يخدم نفسه كانت بتبقى صعبة. فجه في مرة كان مش عارف يجهز أكله قبل ما الدير يحدد له يعني شخص يتولى الحكاية ده، فالست العذراء هي اللي جهزت له الميدة بتاعته وضبتها له وكل وانبسط. فالعذراء لها أمومة جميلة للكنيسة وللقديسين وللأفراد، صدقوني للبشرية كلها. أحيانا تعمل حاجات مع غير حتى المسيحيين. أتذكر جالنا مرة في الدير ضيوف، من ضمنهم واحدة زوجة لأحد الشخصيات المرموقة أوي من الأدباء والمفكرين يعني، وكنت أنا المسؤول عن استقبالهم. فبصيت لقيتها راح وقفت قصاد صورة العذراء وقعدت تبص عليها قوي كده، فأنا بقول لها في حاجة؟ قالت لي لا، بس العذراء بالنسبة لي بتمثل رمز الأمومة، رمز الأمومة. بنقول إن العذراء أم، إذا كان للمسيحيين بصفة خاصة فهي أم لكل البشر، هي حواء التانية بتصلي من أجل خلاص البشرية كلها، وبالتالي أمومة العذراء ليها حقوق علينا أيضا. فإحنا في مناسبة الأم فبنقول إحنا مديونين أو دايما علينا دين لأمنا بالجسد، أو من هي في مثل الأم. ياما شخصيات كتيرة بيكون دورهم في الأمومة، أو أحيانا الناس بتبقى أم مش واعية شوية، يقوم ربنا مرتب زي أم بديلة سواء في الخدمة أو في القرايب أو في الجيران، تعوض وتدي. لكن مشاعر الأمومة ليها قيمة. أمنا الكنيسة ليها حقوق علينا، وأمنا العذراء دي فوق الكل. وكل سنة وأنتم طيبين، دي الرسالة اللي كنت عايز أوصلها لكم النهاردة، ونشوفكم بخير إن شاء الله في لقاء آخر تحت عنوان آخر بقى بإذن الله.